مرحبا بكم في حلقة جديدة من ليلة تهنيني على صغيري. حلقة اليوم باش نحكيو على الغيرة بين الأخوات، كيفاش نتعاملوا معاهم، كيفاش نحاولوا ما نفرقوش بين واحد وواحد، خاصة كي يبدأ عنا مولود جديد ادخل في العائلة. نصايح والتفاصيل تابعوها توتسويت في حلقتنا. مرحبا بك دكتور، نورتنا. عايشك شهين، نشكرك على الاستضافة. يعيشك دكتور. قبل ما نخلطوا للغيره بين الاخوات، خليني قبل انا اليوم حبله ومش بالحقها ونحب نبلغ صغيري ولدي انه جاي اخوه ولا اخته في الثنيه، نختار الوقت وشو الكلام اللي نوصله له باش نحبه فيه اكثر من الاول. داكور، دونك فما دو فولي، فما لو كون اي كومون. بالنسبه للوقتاش، وقتاش ما فماش ان مومون ايديال نعلمو فيه صغيرنا بالحباله. ليسونسييل ني ترو تو ني ترو تار، مش بكري برشا حدكش لي، دونك نتمنوا على صحه البيبي ومش مخر زيدا باش نخلي له الوقت انه يستوعب. ليسونسييل انه يسمع من عند ام وبو مش من عند براني، خاطر سينو اي بو فيفر سا كوم ايتون تريزون ويولي البدايه ما تكونش موفقه. شو الكلام اللي نختاروا باش نقولوا؟ كيفاش نقولوا؟ الكلام سهل برشا، دونك يلزمنا نقعدوا مع بعضنا، معناتها يقعد مع امه ومع ابوه زوز. يلزم الكلام يكون بسيط برشا وسهل على قد عمر الصغير. قولوا له باغ اكزومبل ماما وبابا باش يجيبوا بيبي، باش يجيبوا لك خوك ولا اخت. ليسونسييل اني نخليو الوقت للصغير انه يستوعب الفكره، على خاطر نجموا يخطروا على حاجات في باله احنا ما نتصوروهمش، لكن بدون مبالغة. خاطر ساعات دعنا احنا الافكار نعديوهم له هو ما في بالوش بيهم، ما يخطروش على باله. باغ اكزومبل لي مو ا ايفيتي، سامحني ومش باش تبدل حتى شيء، ونقعدك باش نفك لك بلاستيك، تقعد انت ولد ماما الاولاني ولا انت بابا. اي هذا الاحساس بالذنب ديما يجينا هذا مع الصغير الثاني. صحيح، اما هذوما سي دي مو ا ايفيتي، بالعكس معناتها النتيجه نتاعهم تكون عكسيه. اي وانهم باغ اكزومبل دكتور، فما شكون يقول لك ناخذ كادو ونجيبه مثلا نقول له هذايا خوك وصاني باش نجيبه، ما تحسش مثلا تقبلها في نوع محدد نتاع عمر، لكن في نوع اخر وكانه استصغرنا عقله. صحيح، فما عمر معين تنجم تتعدى الحكايه. انا بالعكس سكو جونكوراج، جونكوراج لونفون انه هو زاد يجيب له كادو. علاش؟ خاطر احنا باش نخمو في توت ان بروسيسوس كيفاش نحسنو و اون اتابلي دي ليان بين البيبي وخوه ولا اخته. لو بروسيسوس هذا يبدا من الحبال، باش نعملو اهداف ان نوصلو لهم، باش نجمو نبنيو هالعلاقه هذه بطريقه موفقه ومن اللوم. كيما مثلا ان نشاركو الصغير في الحاجات اللي باش نشريوهم، في اختيار حوايجو، في اختيار اللون، اختيار اللون نتاع بيتو. نحاولوا كيف كيف معناتها باش نبنيو هالعلاقه هذه، انه الصغير نقول له مثلا مس كرش ماما، تكلم حاجه يسمعك هكاك، ولا قول له حاجه راهو يتحرك يسمع صوتك. وبيان سور سون اوبليجي لونفون، يفو جامي لوبليجي. والغروسيس الحمد لله ماهيش قصيره، 9 اشهر، دونك كونورا سوفيزامون لو تون باش نصلحوا حاجات معينه. نصلحوهم من وقت الحباله، ما نصلحوهمش من بعد. كيما لو فات دو ترافايي سور لوتونومي دو لونفون، كيما لو فات دو كومونسي ا شانجي لي ريتوال نتاع الصغير. شو معناتها؟ نخليه اكثر مسؤول واكثر بالضبط. يعمل على روحه حسب عمره بيان سور. نعلمو انه يعمل على روحه شويه. مالوغوزمون ساعات سا اريف تري سوفون انه الصغير اول ما يخرج من بيته، من بيت ام وبوه، سي لو جور دو لاكوشمون، نهار اللي يجي البيبي. اي دونك وقتها النتيجه فريمون العكس تماما نتاع اللي نحبوه احنا، انه كانه غيالمون خرجوا من بقعته. خاطر فما شكون شد بالحق بلاصته وقتها، يحسها معناتها غيالمون صارت الحكايه. دونك التصليح من بعد ما يكونش سهل برشا. اون كومونس باغ امبليكي لو بير زيدا، انه يبدا يعاون. علاش؟ خاطر لا مامون سيرتو لي بروميير سومان لي بروميير موا باش تبدا ما عندهاش الوقت. دونك اذا كان هي اللي توكل وهي اللي تهز للروضه وهي اللي تروح بيه وهي اللي ترقدو، دونك لو جور او لو بيبي باش يجي هذا باش يتبدل، والصغير وقتها يحس اكثر برشا. نحاولوا باش يحس الصغير كيف كيف بخوه ويبدا يفرح بيه والكل، نحكي له سا بروبر هيستوار،
نجبدوا له تصاور ماما وقت لي انسانت ونجبدوا له حوايج كان بيبي نحكي له حكايته هو معناتها باش يبدا يفهم اللي راهو هو بيدو الي باسي باغ لا معناتها ماهوش ما مش كان صغير جديد باش نقصوا من الغيره اللي باش تصير من بعد وقد ما تنقص يا دكتور من الغيره ومانيش هاربين منها ومانيش هاربين منها. منها يشوف وكانه بو تقسم بو اللي كان نتاعه وحده ولا بو البيبي الجديد هذا اللي جاء امه زاده كيف كيف اللي كانت تدلل فيه وتبشبش فيه ديما تحس امه مع البكر ولا مع البيبي باش تسيبه وتمشي له الفطور اللي كان يفطر وحده والكادو اللي كان اللي هو وحده كل حتى ماميتو وعزيز وخوال وكل باش يولي يقسموا مع البيبي دونك اليوم كيفاش انا نحز انا اربيتر في الدار كيفاش نسيطر على الغيره باهي الغيره ساعه اول حاجه يفو لاكسبتي خاطر الغيرة هي شعور طبيعي وعادي جدا معناتها ساعات اون سافول بوغيا عادي انه صغير يغير راهو والمشاعر خاصة الايام الاولى والاسابيع الاولى تكون متناقضة معناتها الصغير يبدا فرحان وفي ميم طون متغشش وفي ميم طون حزين وفي ميم طون يحب خوه وفي ميم طون مش حامله معناتها عادي يلقى فيه الوقت باش يقرص ولا يحلو سوسيت ولا يعمل عمله عادي جدا انه دو طون زون طون يقول لنا يا وقتاش باش يروح هذا يزيد منه معناتها هذا كلام اون دوا ساتوندغنا باش نسمعوه معناتها عادي جدا اي بارفوا اون ساتون حتى اون بوتيت ريغريسيون شي معناتها اون ريغريسيون معناتها صغير يولي يحب يرضع ويحب يلبس الكوش يوخر كي عمر خو يوخر سا اوسي سي نورمال راهو فهمت وقتاش تولي مش نورمال اذا كان لي سيمبتوم زادوا فوق القيمه وما عادش ترانزيتوار معناتها طولوا برشا ولي بارون يحسوا معناتها اللي هي ولات حاجه مرضيه شويه وقتها بيان سور يفو كونسلتي ان بي دو بسيكياتر دونك كيفاش باش نحاولوا الدواء سهل الدواء هو التعبير على المحبه خاطر هو الغيره شنو الغيره معناتها الصغير بدا يحس اللي بلاصتو تفكت هذا هو دونك احنا دواء سهل الصغير قد ما باش نعبروا له على المحبه نتاعنا قد ما الامور باش تحس انا هوني بين المحبه والدلال خيط ما خطره فيها اكزاكتومون دونك احنا نعبروا له على المحبه بالكلام مش بيان سور نحبو نو يزمو يسمعوا الكلام دونك يزمو يسمع اللي انا نحبك برشا ويجا بحذايا ومحليها القعده بحذاك وتوحشتك هذا الكل يزمو يسمعوا وبرشا مرات منها في النهار ومن عند البو ومن عند الام زاده مش واحد لاهي بالمحبه ولا خلاهي بالصغير ويلزمنا زاده اهم حاجه لي مومون دو بارتاج هذوكم اللي حكينا عليهم قبيله يسمى نحافظوا عليهم معناتها ما نجمش دو جور لون دوما يلقى روحه ويرقد وحده وعزيزه هو اللي يهزو للروضه دونك لي مومون دو بارتاج لي مومون دو جو هذوكم ليستوار افون دو دورمير لي مومون هذوما نحافظوا عليهم او ماكسيموم خاطر مهمين بدرجه كبيره للصغير وكل كلمه ديجا برشا معناتها لا فاموز فراز نتاع قلبنا راهو يكبر وراهو حد ما ياخذ بقعه حد جوست كيف ماما وبابا جابوا بيبي خليو كبرت البقعه دونك ولات فما بقعه اخرى للصغير وكيف كيف معناتها باش نقعدوا نبنيو في هالعلاقه هذيا والروابط اللي بيناتهم نقول له مثلا راهو صحه ليه عنده خو كيف كنتي صحه ليها عندها اخت كيف كنتي ونشاركوه حتى جيب البيبرون باش نعطيوها بيبرون يجي نبدلوا له الكوش اون اسي دو لامبليكي فوالا بالطبيعه بدون اجباره خاطر فما صغار راهو ما يحبوش فهمت وما فماش علاش معناتها باش نجبروهم لكن فما صغار او كونتخيغ معناتها تعجبهم ويفرحوا فما حاجه مهمه برشا نحب نشير لها اللي راهو احنا بوغ نو ان بيبي سي تري فاسيل معناتها مو سي تري فاسيل مي سي ايفيدون بيبي يزمو يقبلوا كيما هو لا راهو بوغ ان انفون بارفوا سي ان انيغم شنو هو الكائن هذا اللي ديما يبكي وديما جيعان ومعناتها شكون هذا دونك بالعكس نفسر له نقول له راهو ديما يبكي خاطر يجوع في ساعه خاطر كرشو صغيره برشا نفسر له زاده اللي هو علاش نهزوه يقول لك علاش هو ديما نهزو فيه نقولوا خاطر هو ما يعرفش يمشي نقول يقولنا علاش ديما يبكي دونك هذا كل نحاول نفسر له مي كوميم راهو باساج بتاع الغيره مش باش باساج سي ان باساج اوبليغاتوار نوسعوا بركه بالنا وبعد يكبروا كل يقعد حديث بالضبط ميرسي دكتور يعطيك الصحه
حلقتنا جمعة جاية باش نحكيو على تأخر النطق عند صغيرك، وقت اللي صغيرك زادا ما عادش يحب يتواصل معاك مع غيرك مع المحيط اللي داير بيه، وهون تخاف وتقول زعما عنده التوحد. التفاصيل هذه والأسئلة والأجوبة باش تلقاوها معنا في حلقتنا الجاية من ليلى تهنيني على صغيري.